حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعه عن الاعرج قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان عائشه رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافضنا يوم النحر فحاضت صفيه فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال: حابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر؟ قال: اخرجوا. ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها: أفاضت صفية يوم النحر.